حياكم الله يا حبانا واعزائنا المشاهدين ومساكم الله بالخير وان شاء الله دوام الافراح والمسرات عليكم. احنا هالليله في الحلقه الثالثه والاخيره من تغطيه اجواء ايام فرحه الزهراء سلام الله عليها، ايام هلاك ظالم ال محمد قاتل الزهراء المظلومه صلوات الله وسلامه عليها. مساكم الله بالخير وان شاء الله ايامكم كلها افراح ومسرات، وان شاء الله تكونون ونكون دائما من المرضيين عند أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. يعني أحب أعقب على كلمة دائما يقولها أحمد خضر، إحنا حالنا حال الكليتشة، مو صحيح؟ بس بالأعياد جيبونا بس بالأعياد، هم نعمة نكون إحنا وسيلة ل يعني إدخال السرور على قلوبكم. نسأل الله أن يجعلنا دائما وأبدا من مجاورين الحسين وأخيه قمر العشيرة ومن الذين يكونون واسطة بينكم وبين كربلاء الحسين صلوات الله وسلامه عليه وأخيه قمر العشيرة. احنا اليوم حلقة الختامية استاذ احمد. شكرا مله حبيبي، ما فايدت لي صح، مشيني عادي مشيني. حياكم الله مشاهدينا الكرام في الحلقة الأخيرة من السي جي عدلوا احمد خضر الخفاجي. لو ما اكمل البارحة انا نوهت عجو واليوم هم ارجع شيل السي جي رجع احمد خضر الخفاجي. يعني جبنا عمرنا ندري بيك احمد خضر، هسه شنو اللي تغير؟ صار لي 5 سنوات بقناة الإمام الحسين يغيرون السجيات بكيف. اي حتى الاداره تعرف. يلا حتى تكمل المقدمه. دائما ان شاء الله نلتقيكم بكل المناسبات، الرساله اللي تحملها مجموعه قنوات الامام الحسين وبالخصوص هذا الكادر اللي متخصص دائما انه يسلط الضوء على كل الرسائل اللي ممكن نوصلها دائما وابدا من خلال تواجدنا في القناه وفي الميدان وايضا في الاضرحه بصوره عامه. نسأل الله تقبل كل اعمالكم خلال هذه الفتره والفترات الماضيه والقادمه ان شاء الله. اليوم اخر حلقه من فرحه وميلاد، وان شاء الله ما طلعتوا لي سي جي مره ثانيه، وان شاء الله راح نستمر باظهار الشجعان. يلا حبيبي يلا ما يخالف، انا اتدخل مشي مشي مشي. فبالتالي احنا استعرضنا مجموعتين من الشجعان اللي احنا مستعرضيهم سابقا، لكن دائما وابدا نعتبر هذا الموضوع تحفيزي لبقيه المؤسسات نعم اللي تعمل بنفس الخط فعلا. وحياكم الله رواديدنا واخوتنا خدام الحسين، واسعد الله ايامكم. شلون دار المصباح الشعاري؟ لازم عندكم انشوده طبعا، لازم عندكم انشوده بهذا العنوان. شلون تقدر تقول له قبل الجو؟ ليش الا بالجو؟ ذكرت هسه بعد صارت يا حبايب. حياكم الله وطيب الله انفاسكم اللي قدام، واحنا كل يوم نتفق وياهم اتفاق انه اي واحد يقرا وهو خايف اموره ما تمشي. لا ما بيهم خايف. اي ما شاء الله عليهم كلهم ابطال ان شاء الله. مناسبة عندنا اليوم مشاركة مشتركة. اي مو اكو اثنين يقرون سوا صح؟ ثلاثة يمكن. الاخوان؟ الله يوفقهم. يقرون سوا. يلا ابو صالح. لما عندنا مرادود شاب بعدين ندخله مو هسه. نعم. يلا ملا مهدي. اولا احنا حتى نفس السياق. باول قراءة تعرف عن نفسك وبعدين تبدي بالقراءة. خادمك. مخدوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ملا مهدي ياس عبد الخضر محافظة كربلاء المقدسة، أحد طلاب دار المصباح الشعائري. أقدم أزكى التهاني والتبريكات إلى شيعة أمير المؤمنين بمناسبة فرحة مولاتنا الزهراء عليه السلام. سلام الله عليه. سلام الله. مرت علينا يوم 9 ربيع اللي هو يوم تتويج الإمام، فلازم نذكر الإمام المهدي. يلا توكل على الله. والينا مهدينا تدرينا مشتاقين، والينا مهدينا تدرينا مشتاقين، والينا تدرينا مشتاقين. أذنت فينا الضمائر وحركت كل المشاعر، احنا كل جمعة نناطر تظهر لنا تظهر لنا. يا ملك ند بقرنا قالوا ادعوا واندعنا، اش وقت بالله يا ولينا ترجع لنا ترجع لنا. اذنت بينا الضمائر حركت كل المشاعر،
احنا كل جمعة لنا طير ترجع لنا ترجع لنا يا ملك نود بقرنا وقالوا ادعوا واندعنا ايش وقت والله يا ولينا ترجع لنا ترجع لنا غايب انت يا ماي السما غايب فقدك نحس بالظما غايب ليش يوسف فاطمة غايب غايب انت يا ماي السما غايب فقدك نحس بالظما غايب ليش يوسف فاطمة غايب تروينا مهدينا تدرينا مشتاقين يلا وعلينا مدينة تدرينا مشتاقين مشتاقين الله الله أحسنت أبو صالح الله يوفقك يا حبيبي اي مله الاسم محمد كفاح محافظة كربلاء حياك حياك افضل اعمال الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد رب العرش نادى يا هلا بميلاده 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 يا هلا بميلاد العدل والرحمه هلا 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 يا هلا بميلاد العدل والرحمه هلا هلا سبحان من صور جماله ورسمه هلا 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 واختار من اسم الجلالة اسمه هلا 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 للبشر من بعد الضلالة نعمة هلا 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 الله واختار من اسم الجلالة اسمه هلا 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 للبشر من بعد الضلالة نعمة هلا 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 بالرادة يا هلا بميلاد هذا النبي الرادة يا هلا هي رب العرش نادى يا هلا بميلاد رب العرش نادى يا هلا بميلاد الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد عفية عفية والله خوش متماسكين بينهم مو عاد يعاون الثاني الاسم الرادود اسحاق يوسف الحسين من محافظة كربلاء العمر 15 سنة حياك 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 بمولد نبينا تزهل مدينة بمولد نبينا تزهل مدينة يا محمد يا محمد مولد نبينا تزهل مدينة مولد نبينا هلا هلا تزهل مدينة يا محمد يا محمد يا محمد يا الله الله أرض المدينة بهالمسة تزهو وتلالي ظل مدينة بهالمسة تزهو وتلالي ميلاد طه المصطفى تضوي الليالي ميلاد طه المصطفى تضوي الليالي افرح يا شيع بهالمسة مولد الغالي افرح يا شيع بهالمسة مولد الغالي محتار رسمه بيا شكل حاير خيالي محتار رسمه بيا شكل حاير خيالي وشلون رسمه من فدوى اسمه وشلون رسمه من فدوى اسمه منو يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد
يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد صلوات. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. احسنت. يلا توكل على الله. على اسم احمد محمد كمير من محافظه بابل انا عمري 15. هلا حمودي. كل لها ابو شاب. يوم تتويجك يعيش بروحي يا من اسمك يجلي كل جروحي يوم تتويجك يعيش بروحي يا من اسمك يجلي كل جروحي عايش برجواك لحظة ما أنساك عايش لحظة ما أنساك يوم تتويجك يعيش بروحي يوم تتويجك تدري مولاي فؤادي وبغرامه وبغرامه ويا مسرور بحفل عيد الإمامة مسرور بحفل عيد الإمامة على الوجه مرسومة يا المهدي ابتسامة على الوجه مرسومة يا المهدي ابتسامة يوم تتويجك جيل الشر وظلامة يوم تتويجك جيل الشر وظلامة صوت من وحي الضمير ينادي بايعك للموت يا ابن الهادي صوت من وحي ضمير ينادي بايعك للموت يا ابن الهادي رابح الاواك لحظة ما انساك رابح الوالاك لحظة ما انساك صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله جميل جميل والله. أحسنت. يلا هذه مشتركة صح؟ نعم هذا مشترك. حسنين ستار من محافظة كربلاء. كل الهلا حسنين. يلا راديو مهدي ستار من محافظة كربلاء. كل الهلا حسنين حياكم الله. يلا كل الهلا. الله وللحسن هالفرح ولزينة وللحسن نبذل شما بينا وللحسن محتفل مهدينا وللحسن للحسن يا رجل من الأول من الأول للحسن هالفرح ولزينا وللحسن نبذل شما بينا وللحسن محتفل مهدينا الله للحسن الله للحسن هو الحبيب وأحسن طبيب وشاف العلاج من نور غاب خلف السحاب كالنور بخجل ويقلب قام يحكي بغرام ويعبر جمال عظيم عظيم للحسن للحسن هالفرح زين وللحسن نبذل شمال كون بعد بيت يخرون لأنه هم كوت اسمه محتفل مهدينا وللحسن للحسن الله هو الشفيع من دون ضيع وبحب الفخار معشوق صار وعليها غار من كل البشر اقرا لريد اجمل نشيد من اجمل بحر عظيم عظيم اجمل بحر الله العشق والله مو عادي هالعشق مو حديثا نبادي هالعشق يبقى عايش بينا وللحسن
للحسن للحسن هالفرح والزينة وللحسن نبذلش ما بينا وللحسن محتفل مهدينا وللحسن للحسن صلوات. لحظة لحظة خلي المايك عندك خلي المايك عندك خلي المايك عندك. أولا طيب الله أنفاسكم وأحسنتم شغلتين أرد أسأل شغلتين اللحن مال منو هذا؟ لحن الشاعر. الشاعر والنص أبوه. ها؟ والنص الوالد. النص الوالد. إيه؟ شلون حفظته؟ صح عمي؟ هاي السؤال يصح؟ ما يقروها قبل مدة بالدرس. لا لا هذا يعني هذا السؤال يصح. عمي يعني أنتم كون كلكم تلبسون رضوي والله مو شقة يعني. الله يستر عليكم إن شاء الله. الطير السيد. موفق تكنيك إن شاء الله. اللحن صعوب. صح. حقيقة صح. يعني. صح. الله يوفقكم إن شاء الله. إيه. الاسم أمير القزويني من محافظة بابل الحمزة الغربي العمر 13 سنة. هم أمير وهم قزويني من بابل بويا. كل الهلا كل الهلا. هلا حبيبي. تتويج رباني إمام المنتظر تتويج رباني إمام المنتظر تتويج رباني احكي احكي تتويج رباني إمام المنتظر تتويج رباني هم المنتظر وبحب غذاني هم المنتظر تستاهل البيعه يا قائد الشيعه تستاهل البيعه يا قائد الشيعه تتويج رباني امام المنتظر تتويج رباني امام المنتظر وبحب غذاني امام المنتظر من الله هذا التاج لا مو ذهب لا عاج تاج الإمامة توجك ربك بي للمهدي قال انطي عز وكرامة لابن النبي المختار وارث عن الكرار ذوق الزعامة يسر وجود الكون بمحبتك مفتون قلبه غرامة قلبه غرامة سرحب وإيمان إمام المنتظر سرحب وإيمان إمام المنتظر تتويجه سرحب وإيمان إمام المنتظر تتويجه رباني إمام المنتظر سرحب وإيمان إمام المنتظر تتويجه رباني إمام المنتظر وبحب غذاني تستاهل البيعة يا قائد الشيعة تستاهل البيعة يا قائد الشيعة تستاهل البيعة صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد عيني الله بالخير عليك مديح. الله بالخير عليك نحن في خطر مو كجيل كامل اي والله العظيم مو شقة والله ما ارد حتى ما نحرق المفاجأة فعلا يعني يعني هنياله اللي اشتغل على صناعة هذا الجيل ما انا ما اريد احرق مفاجأة لا صدق والله يعني شوف استاذ احمد ايش بنصف دقيقة حاول تقول استاذ اي لا حبيبه نور عيني الله يسلمك لا تعزيز وغالي والنتيجة هاي من ضمن بروتوكولات الإعلام يعني يعني خلينا اخوان احنا اقول لك ابو شهاب اي احمد ابو شهاب راحتك احنا ايام فرح الله يشهد يعني بأعمارهم ال 14 15 سنة لما تريد مثلا تريد معلومة كون تروح للأستاذ تتلوق له تقعد يمه وما أدري شنو على مود تحصل نص معلومة خوش هسه عصارة جهد هذا العمر اللي عاشه أستاذهم عمر طويل بالخدمة وعرف هالمعلومات تجي بنص ساعة ياخذها وما شاء الله من الشباب يستقبلوها صدق نحن في خطر شديد يعني الله يوفقكم هذه شهادة بحقكم بس خلينا يعني. نسمع الناس اللي بخطر حتى بعدين ننتقل للفاصل لا هم اقرا بعد هي تقرا هي طولنا المايك اي اخذها من السيد امير هلا عم السيد نوب سيد وقزويني اي علي هاي ان شاء الله هم الشباب يكونون ويانا اي علي ابو الرقه القلب يبقى بعبودتك ولا اريد ان تعتق اي علي يا ابو النعمه مهدي سولف همت باسمه واحس الدنيا ملك همنا ملكه علي ابو الرقه
القلب يبقى بعبوديتك ولا اريد ان تعتقه. علي ابو النعمه همت باسمه واحس الدنيا ملكها من نطقه. يا لذة روحي من تشعر بحروره من نص قلبي اسمك وحروفك محفوره بس طعمك حالي والوادي ممروره. يا الكاسر عالكون فياي يا الكاسر عالكون فياي اني سلمت اموري لعليا اني رق لاميري ووليا اني عبد لشماله طوع يمنا طوع يمنا. مولانا علي علي مولانا علي علي مولانا علي علي بعد بيت ميا مجا يلا. الله قلوب يفز شوقه أعلى معشوقه مثل طير بسمارك بلل جناحه. قلوب وقف حبك عشق قلبك بفلك عنك سوالف روح مرتاحه. قلب ايف الشوقه اعلى معشوقه مثل طير بسمارك بلل جناحه. قلب وقف حبك عشق قلبك بفلك عنك سوالف روح مرتاحه. معبودك وابقى يا روحي بسنيني موتني بكيفك رجعني وحييني اشتلني بشاطي حبك ثم اسقيني. مديون الجرحك ومدموع هلا هلا إنا للرب سبيلا هو حيدار وعلي لدموع العشق مصدار. مذ هوى الرأس خضيبا صار كوثر صار كوثر إلا للرب سبيلا هو حيدار وعلي لدموع العشق مصدار. مذ هوى الرأس خضيبا صار كوثر صار كوثر. مولانا علي علي مولانا علي علي الله مولانا علي علي مولانا علي علي علي. طبعا هيك لغه انا جدا احبها وهذا يبدع اسم الشعر متعرف بها. احسنت انا يعني احب هيك لغه هم كتذوق وهم كقراءه اللي هو الشاعر هاك سيد حبيبي الشاعر اخونا العزيز علاء المياحي شاعر نعم الله شاعر انت اول عشق يقول الحسين كل ما عتق يحلى الله الله وانت اول جرح هيجي كل روحي تندلى ضامي وكل صبع منك يصب دجله الله 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 واحنا بخدمتكم عنه يعني رائعه القصيده الله يطول عمرك متكامله صوت ولحن وكلمات ومرات يروح للسهولة ومرات يروح حرفنا لازم لازم رائعة جدا ومتكاملة والله يوفقك ونحن في خطر وهذا الخطر الإيجابي إنه أكو جيل ينافس أي صحيح فعلا فعلا خلينا نأخذ فاصل من بعدها راح نأخذ ضيف يعني إحنا نحبك كادر ومشاهدين يمكن يحبوه أكثر من عندنا باعتبار إحنا مرات يعني يستخدم سلطته علينا بس إحنا نحبه. ننتقل لفاصل أجواء زيارة ومن بعدها نرجع لكم.
مشاهدينا الكرام، والله لا يحرم الجميع من الزيارة إن شاء الله. ننقلكم لهذه الأجواء بهدف الناس البعيدين اللي خارج العراق اللي صعب عليهم الوجود، نسأل الله تعالى أنه ما يحرمهم من الزيارة ومن أجواها. نرحب سوية بواحد من الشباب المظلومين إعلاميا، أي مظلومين يمكن إعلامي. أول ظهور إعلامي له، لكن احنا دائما نركز على هذه الطاقات. صحيح، طاقاتي مو صح. فرحب برادود الشاب خادم الامام الحسين الاستاذ محمد السيلاوي. يا شاب حياك ابو امير، قبل تفضل حياك. شوف الانحيازات، ذكر بها العرسية. يا محسك دني المايك حتى. الله يوفقك، اسعد الله ايامك. ما يصير التواقف، ما يصير. السلام عليكم مشاهدينا، طب صحه وعافيه ان شاء الله. ومحبي قناه الامام الحسين الثاني حياكم الله. ناكر وحوقف يوم ربعك الاولاد يخليك ويا فريقك. قرب المايك من اللي قرب المايك ابو امير. حياك الله. انا فرحان بشوفه اخويا احمد خضر، الله يسلمك، وعبد الرحمن النصيري حبيبي. طبعا اولاداني شبعان منهم، كل درس احنا جمعه عندنا ما شاء الله، الله يحفظك. وفرحان بيهم كطلاب كرواديد مبتدئين، وشكرا لقناة الإمام الحسين اللي تدعم الطاقات الحسينية والأصوات المظلومة إعلاميا. بالنسبة لهم احنا ما نقول مظلومين إعلاميا، لأن هم بعد في بداية طبعا الطريق، فحقيقة يعني هواي جتهم فرص وما شاء الله طقوا من خلال هاي الفرص. الحمد لله، عينك باردة وعيننا باردة عليهم إن شاء الله، عليهم وعلى أدائهم وعلى أصواتهم. صحة وعافية. احنا يمكن لاحظنا بخلال شهر محرم وصفر ما شاء الله شباب أبلو بلاء حسنا، الله يوفقك. أنا أقول يوم القيامة محمد السلاوي هنيالة على هذا النتائج. أي أيوة والله حقيقة صدق، جزاك الله خير على المجهود اللي جاي تبث لتجاههم، والله إن شاء الله يبارك بك أنت وكل القائمين بشكل عام في هذا المشروع في دار المصباح الشعائري. بس صرت أسألك سؤال، كان عندك مناشدة حلوة قبل محرم الصفر وهي. إنه هاي الطاقات وهالإمكانيات يا أهل المجالس، كانت تجي دعوات إلى الدار لو إلهم بالأشخاص، يعني صار عندهم دعوات في محرم الصفر. طبعا هم عندهم دعوات، بس يعني تعرف الدار الآن صار سبب، وكل مناسبة يعني كل مناسبة تصير، مثلا نريد شباب، أنا طبعا هاي يخاطبون الدار بشكل مباشر. طبعا إيه، إحنا من خلال الدار من المتميزين، الأصوات الجميلة اللي عنده إمكانية ما يتخوف الجاهز، طبعا الجاهز دائما تلقاه موجود هو بالصورة. أكو ناس يقولون يابا مثلا إحنا ليش ما صعدنا، يابا لا تستعجل، تقوى تعلم تدرب اسمع، والإعلام هو يركض وراك. صحيح يركض صحيح وراك. فعلا صحيح فعلا. الله يوفقك إن شاء الله. يوفقك إن شاء الله. إحنا نريد واحدة من الفعاليات اللي أنت تقوم بيها دائما يعني بالأيام الفرحة يعني. لا عاد والله. فت قراءة، وأنا أدري أنت تحب القراءة، تصير الفعالية أحلى، تعرف تحييها باعتبار أنت إداري جيد. فقير وشايب وطلعتون إن شاء الله. والله أنا أبي هذا الموضوع. الله الله الله. ما أدري هسه أنتم عندكم فقرة الهوسات بعد. زين انت ما تقدر تقرا لنا شيء قبل الهوسات؟ خليهم وياك شنو بعد تبخل علينا، نريد نعطيك فرصه للقراءه. ايوه باعتبار انه تتبعك مبتدئ. ان شاء الله بركت عن خلال احنا ندعم الشباب. اناشد من خلالكم من خلال قناه امام الحسين انه دعم الاصوات الحسينيه وترك الاسماء المعروفه المشهوره. اما كم واحد مشهورين عاشره ما نقول ترك، انا معلي دول لا يا قزم مو تتركهم، وانما تساعدهم من خلال دمج صوت جديد مع صوت أكيد. مقابل هم مهم لازم يكونون تعبانين على روحهم وجاهزين ومستعدين. حلو، أنا قبل يوم لاحظت إنه عبد الرحمن قالهم انتبهوا للكلام لمخارج الحروف. طبعاً. فالشيء أساسي طبعاً يعني لازم أنت تحفظ الكلام قبل لا إنه تنطق. وهذا ترى مو إحنا استنتجناه، ولا هذا اللي سمعناه من اللي علمونا بالبداية. نعم نعم نعم، بارك الله فيك. يلا سوالف. صلى الله على محمد وآل محمد. انت في كويت فرها ما تريد تقرأ. اللهم صل على محمد وآل. أنت تفرها كل شو ما تريد تقرأ. كيفك يلا ابوي كيفك شوف شلون هل لي الايام احلاها نعم وجهك يشيع بسماها هل يوم يحلى السهار هل يوم أجمل خبر هالليلة يا محلاها وجهك يشع بسماها هالليلة يا محلاها وجهك يشع بسماها هاليوم
يحلى السهار هاليوم أجمل خبر هاليوم هاليوم يحلى السهار ولا هاليوم أجمل خبر ولي هالليلة يا أبو فاطمة يا مولاي يا مولاي هالليلة يا أبو فاطمة وبها بتشر عرض وسماء مولاي وانت تقول هالليلة يا ابو فاطمة يا مولاي يا مولاي بها بتشر عرض وسماء والله وعلى الموالي راسمة ابتسامة الله وعلى الموالي راسمة يا مولاي الله او لوحة فرح مع عمورة ما تنمحيها لصورة لوحة فرح مع عمورة ما تنمحيها لصورة هاليوم به الفخار هاليوم اعظم خبر هلا هلا وهالليلة يا محلاها وجهك يشع بسماها هالليلة يا اسمها هاليوم يحلى السهار هاليوم أجمل خبر يا شمعة ضوت دنيتي يا مولاي يا شمعة ضوت دنيتي يا مولاي يا مولاي بهاي الولادة فرحتي الله بهاي الولادة فرحتي يا مولاي يا مولاي وهالليلة تعلى صحتي يا مولاي يا مولاي يرخص إلك هادينا هذا العمر وسنين يرخص إلك هادينا هذا العمر وسنين هاليوم نورك ظهار هاليوم أعظم خبر 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 هالليلة يا محلاها وجهك يشع أخوتها ها عمها الله يقول المضيف يفتح باب لوجيته وانا بجية الكرار جدار البي الشقيته يا هو يسوي للخطار يشق الاجدار من بيتها عمها وبس الله الحيدر سواها بس الله الحيدر صلى الحجر سواها بس الله الحجر سواها بس الله الحجر ايه فوقه فوقه مو بو وش اسمه شلون هيك قراها حاره ايه فوق لا تطلع اخوتي ها يلا ها عمي ها ابو فاضل فتح حوز الرايد وفو احساس زين ابو فا احساس مرجع صار للغيره وترجع لجميع الناس اذا رايد حسين تصير والله اذا رايد حسين تصير كون تقلد صوتك هذا البرود لعدك اي عافيه مولا مدد اذا رايد حسين تصير كون تقلد يا سيد لا يطيح فينا النوم حسين تصير كون تقلد العباس كون تقلد العباس كون تقلد العباس ولبسك عباس عمامه ولبسك هوس ولبسك عباس عمامه ولبسك عباس عمامه ولبسك عباس فوقه 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 مباشره أخوتي ها علي بيوم الغدير يصير قائدنا علي من عدنا علي من عنده وإحنا من عدنا وبيوم الحشر باكر يعبرنا إن شاء الله وبيوم الحشر باكر يعبرنا وأخوتي ها والسلاوي ها والمقدم ها أو بحيدر مضمونة أو بحيدر مضمونة الراحة وبحيدر مضمونة راحة وبحيدر مضمونة هلي بحيدر مضمونة الراحة علي بحيدر مضمون الراحة أخوتي ها ها عمي ها علي صاحب البيع وماكو بد غيره علي
لصاحب البيعة وماكو بد غيره وعلينا الكتاب ربنا وصعب تفسيره وعلينا كتاب ربنا وصعب تفسيره أول يبقى بد ما يجوز تغييره أول يبقى بد ما يجوز تغييره عمها أبوها حماسيها والحيدر معروف البيع والحيدر معروف البيع والحيدر معروف البيع والحيدر معروف البيع يلا 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 يا حادي شوق للمحبوب ودني يا حادي شوق للمحبوب ودني الابن اللي وصل قوسيا ودني يا حادي شوق للمحبوب ودني الابن اللي وصل قوسيا ودني يشوفون الهج بطرواه ودني يشوفون الهج بطرواه ودني ونكح العيون بهاي المسية ونكح العيون هلا هلا ونكح العيون بهاي المسية أحسنت أحسنت ها أخوتي ها ها عمي ها ها يا أبا ملا محمد بعد لا تخليط أخوتي ها أخوتي ها عمي ها نهني العسكر ونرفع تهانينا لابو القاسم وابو الحسن ينوالينا فرح ميلادك ننور ليالينا ها خوتي ها والمهدي منور دنيانا المهدي منور دنيانا المهدي منور دنيانا المهدي منور دنيانا المهدي دنيانا عمي ها إش ما طول غياب يعود راعي الثار بحضان الغمد ما يرهم الفقار اي والله وحق ظل عزكية إلك إحنا نصار ها أخوتي ها تلقانا بس أشر يمك تلقانا بس أشر يمك تلقانا بس أشر يمك عفية 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 عليكم عفية الله سيد سيد أمير عمي أصيح بصوت خلها تموت عدواني أصيح بصوت خلها تموت عدواني أنا شيع وجعفري والمهدي عنواني أنا شيعي وجعفري والمهدي عنواني حارة لو ستنقر إذا لحظة نسيت نسيت إيماني ها عمي ها ها أخوتي ها ها مولنا محمد ها إيمان ثابت بالمهدي إيمان ثابت بالمهدي إيمان ثابت بالمهدي إيمان ثابت بالمهدي إيمان عفية 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 أحسنتم أحسنتم أنتم هاي التفاصيل اللي ناقشينها أستاذ أحمد لا تصبر لي يعني أنه الهوسة بهالشكل تنقري القصيدة بهي الطريقة تدري بعد ملا يحب أنه يعني يظهر بعد البطولات مالاته لكن هو ما يدري لا لا أقصد أقصد كل القراءة صارت من ضمن نغمة واحدة يعني نعم نفسي أنت معلمهم هالشكل أي هو قلت لهم يعني منين العدد يعني 7 و8 نفرات لازم نص مستهل بعد ذلك هوسات ترجع والهوسة تنقري بهاي الطريقة من عالم السيقا وهالشكل وهذا طبعا بس هم تدري يغيرون بعد أي لازم شوية يسوون كذا بس حلو الهوسة تنقري حارة حلو حارة هي بروحيتها
يعني بحيث ما اظل امط بيها الناس الثانيه دي تهوس تهوس تدري انا المشاهدين يمكن قاعدين ورا الشاشه تهوس فرحانين اي صح مو هيك بس مو اذا يمد بها مهدي منا وطويريج الناظل صافله يلا الله يديم الله يحفظكم ان شاء الله استاذ هذا تداخل يسمونه اطوار ومقامات الاسبوع الجاي ينطلق ان شاء الله هذا غير برنامج هسه تشرحون هذني واني ما اعرف بالاطوار ولا بالمقامات على كيفك فطولنا مجال على كيف اعطونا مجال عمي نريد احنا نسلط الضوء على الشباب يعني انت تتخيل 10 رواديد واقفين يطوق مجال وحدك انت يعني اذا انتم حبابين تعطوني مجال يلا شوف شلون حصلت نسمع مني انا يعني اريد ابارك لك وابارك لهم احنا يمكن حكينا بالحلقات السابقه كنت حضرتك ما موجود على الفرصه اللي هم محصليها يتمنوها مئات او الاف الناس صحيح هنيئا لكم هذا وانا سولفت لهم في قصه ما ادري انت متناولها ببرنامجك لو لا هذا الشخص اللي بافريقيا اللي يتواصل وياك ويدز لك رواديد هم 40 او 20 واحد بس شيعه بهذه الدوله او بهذه المنطقه وانت تدربه واتساب يعني اتمنى تنقلها حتى هم توثق باسمك باعتبار انت الشخص الاساسي تعال هنا انا مكاني انا اروح بمكانك ليش؟ حتى تسولف راحتك كمقدم برامج عندنا 5 دقائق لا ما اسولف خلينا سولف لنا قصة بس هذا الافريقي اللي دي يتدرب هم 3 دقائق اي يعني القصة ب3 دقائق انا اختصرها يعني أي. كون هو مشاهد ومحب لبرنامج طوار ومقامات هو اللي هو من اي دولة؟ هو من افريقيا اللي اشتهر بسفرة الى الله اللي قرأ محمد ادم هي فتواصل وياي الرجل قال لي انا احب انه اتعلم فشلون اقرا فدزيت لنعي هو لغه العربيه زين فدزيت لنعي فانني لا اجيد هذه طريقه النعي الله هل أكبر. تعلمني بغير طريقه قلت له شلون اقرا لك نعي بالفصيح يعني اولا حتى لو اقرا لك بالفصيح انه تكون مقدمه للخطابه فالنعي اترك النعي متهم علاقتك قويه بالفصيح انا اخوه باللغه العربيه يعني فقلت له خليك على القصائد فظل وياي ادز له مثلا فد لحن هو يقرا حلو اي هو ما زال متواصل حسنت اي جيد جدا ويدز لي مقاطع موجوده وان شاء الله استضيفه في اطوار مقامات ان شاء الله لما يجي اذا اجى للعراق ان شاء الله استضيفه يا الله الله يوفقك شكرا على هذا المجهود وشكرا لمؤسسه مصباح الحسين على فريق دار المصباح الشعائري و كل خدمة الإمام الحسين اللي يسعون لتطوير هذا الموضوع الله خير حقيقة الله يوفقكم إن شاء الله مشروع كبير حتى نختم من يمك أنا بخدمتك أولا شكرا للقائمين على هذا البرنامج الليالي الثلاثة شكرا للملا محمد على هاي الجهود لأنه إحنا بالأجواء وندر الرادود لأنه عدة هواية شغل ونفرغ من وقته من أجل كلش دارينا يعني إحنا بس لو ملا محمد يخلينا نضبط إيقاع كلامنا لأن لازم يذبل وحدة خلينا نضحك فإذا طلعنا من إيقاع كلش دارينك إحنا اليوم فاتحة غير نبتسم لا نبتسم بس خلينا بس نكمل جملنا ما يحبون ضحكة ماتك أحمد الله يسلمك الله يسلمك يقولون ضحكة أحمد شوف حتى بلد يمدحوك لازم يتصلون بي مو شوف شلون لا شقد كبير الله أكبر حقيقة يعني مجهود كبير جزاكم الله خير الحسين يبارك فيكم استاذ احمد اتمنى لك دوام التوفيق بحياتك ان شاء الله من نجاح الى نجاح انا عن نفسي بوجودك. فرحان جدا الله يحفظك طول عمرك فرحان جدا بهاي الليالي الثلاثه الحمد لله ان شاء الله نلتقيكم على الودي والمحبه كلمه الختام مع احمد خضر عليه الله السلام الله يسلمك شكرا لكل كادر قنوات الامام الحسين وبالخصوص البرنامج اللي رافقونا ثلاث ايام من مصورين انتاج صوت اخراج مونتيريه كل الشباب وايضا الاداره اللي دائما تحرص على اظهار احمد وعبد الرحمن بايام الفرح ان شاء الله مستمرين وياكم على مدى ما مد لنا الله ايش قد عندنا استاذ دقيقه نختم بها اتخبصتنا خلاص اي والله اتخبصتنا وانا فيدت شو نسوي هسه نختم بس اقول في مال له احنا نختم والورطه بيه والله العظيم شوفكم بخير وسلامه لا ان شاء الله عندنا وقت خلينا نلقى محمد سيلاوي مره اخرى ندعو كل المواكب بكل المناسبات الاهتمام بهذه المجموعة حسا هم جزء ما محتاجين انه احنا نناشد باسمهم لكن ضروري جدا دول الشباب بعد سنوات راح يكونوا نجوم الوسط فلما انت هذا الشاب يكون عنده صورة ب يا من الشباب مالك شغلي يا ريت تكون كلوزات عليه بس مرة خص السيد المخرج كلوزات على محمد سلاوي وانا ضمن الشباب يعني تمام اي كل ذول الشباب خصوصا هذا الشاب اللي بيد المايك اللي بالنص اي والله بعد الاهتمام بهم بكل المجالس راحت الملاكده قربت ان شاء الله دائما وابدا باكر عندنا صوره ام البنين ان شاء الله موفق ان شاء الله ما نقبل نسوي دعايه ببرنامج لا 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 ملاك ما يقدر ملاك عمي
ان شاء الله نلتقيكم بمناسبات اخرى وبرامج اخرى. شكرا عبد الرحمن اللي اني يعني اخوي ان شاء الله وقل عبد الرحمن من عبد الرحمن. اسعد اني او اسعد بلقائك. شكرا لكل اداره الامام الحسين. نلتقيكم ان شاء الله قريبا باذن الله. الى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.